مع بعض نشوف مقادير شوربة البروكلي تتعمل ازاي، مقاديرها على الشاشة. كمان شوربة البروكلي فيها شغل حلو. معانا بروكلي ومعانا جبنة شيدر، نحط الجبنة الشيدر جنب البروكلي، ايه رأيكم؟ حبايب المصورين الأساتذة فرسان التلفزيون المصري، معانا تومة حلوة، معانا معلقة من الزبدة، وتعالوا نشوف ازاي نعمل شوربة القرنبيط بالجبنة وتبقى فيها الخيوط العنكبوتية والأطفال بيحبوها على فكرة، وأنا شخصياً بحب شوربة البروكلي، لطيفة وجميلة. تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي. طاسة على النار، شوربة البروكلي. نعم يا غالي، والله ممكن ان احنا ليك سؤال حلو قوي، بيقول لي الشيف دي كبيره قوي على بق الاولاد والاطفال. ده ممكن في طريقتين، يا اما نخفقها بالمضرب، يا اما ان احنا بعد دي ما بتستوي بتتكسر لوحديها، عشان نبقوا عارفين المدرسه يعني. دي حبات البروكلي هنخليها في قلب النار كده، وهنعمل حاجه لطيفه واحنا شغالين. معانا اللحم المفروم اللي اتعصق ده، هناخده ونحطه في الكسرولة دي عشان لينا شغل مكان تحمير اللحمة. ده اللحم بتاع المقلوبة في نفس الطاسة، في نفس الطاسة يا عم الشيف. اللحم ده هنخليه على جنب كده، ونفس الطاسة مش هغيرها. كل اللي أنا هعمله هاخد صوص طماطم أسقطه هنا، شفت الشقاوة؟ هو ده، وتبله بالملح والفلفل والبابريكا، ونسيبه على النار ياخد غلوة، ونستأذن مخرجنا الجميل على ما صوص الطماطم ده يتسبك بتاع المقلوبة. هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير. شفت صوص الطماطم مكان تحمير اللحمة؟ أكيد له طعم تاني وله مذاق تاني. خلينا ناخد بعدها نطلع فاصل صغير ونرجع نشوف المكونات الثلاثة، القرنبيط، صوص طماطم، لحمة، بطريقة جديدة هنعمل المقلوبة ازاي. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. بروكلي على النار استوى حلو، بناخد المضرب بتاعنا، الهاند بلندر بتاعنا، يعني مش لازم يكون عندك ده، يعني ده عشان معانا والوقت، انت ممكن تحطيها في الخلاط، او انا هقول لك بالامانه يا بقى. عارف انا بحبكم والله العظيم، والريف المصري والصعيد المصري واخواننا اللي بيتابعونا. انا هقول لك على حاجه لطيفه وسهله، دي بتتجاب دلوقتي مع تجهيزات العروسه. يقول لك ايه الهراسه بتاعه البطاطس البوريه دي موجوده. والله اهي يا فندم، اهي اهي، دي مش لازم المضرب ده، عشان بس اهو شفت الشوربه. هو البروكلي غلوه والتانيه شكليه زي ما انت عايز. انا بقى من هوات اللي مش عايز انعمها جامد، تبان كده بتفاصيلها. شفت الجو بس خلاص، وفرت الكهرباء ووفرت الايه الجهاز ده، هو غالي دلوقتي بصراحه يعني، بلاش. عشان عارفه عشان تعمل الشوربه دي، ممكن نعمل شوربه القرنبيط، ممكن نعمل ده كرفس، كرفس ملك الشوربه. الله وانا شغال. ننزل بالجبنه، جبنه شيدر مكعبات، هي هتسيح دلوقتي. اوعي يا اختي تحطي نشا ولا دقيق في الشوربه، هي الجبنه هتدي القوام اللي انت عايزاه. شوربه البروكلي بالجبنه هتسيح دلوقتي، اختياري. انت ممكن نزود الجبنه، نكتر الجبنه زي ما انت حابه، مفيش مشكله. بوظ الميزانيه عادي، انا بحب جبنه الجبنه بتاعتها كتير قوي. الجبنه دي بتجيبها من عند البقال. نعم ينفع موزاريلا عادي، بس هي بالشيدر حلوه. نقلب كده تلاقي الجبنه ساحت لوحدها دلوقتي، اصبري عليها كده. الشوربه دي حلوه قوي على فكره، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، فيها بروتين برضه. هي الجبنه تصنيع البان، والبروكلي مفيد جدا للجهاز الهضمي، يساعد على هضم ويخلص الجسم من الدهون، يعني بيعالج مشاكل الكوليسترول.
ساحة الجبنة لسه هوريها لك دلوقتي. شفت بدأت تتقل معايا ازاي؟ تعرفها ازاي؟ اول ما تلاقي المضرب ده تقل في ايدينا تعرف ان الجبنة ساحت. زي الفل. نجهز طبق التقديم. السلطة دي لطيفة قوي على فكرة. حاضر يا فندم. عينيا ليك انت. تطلب مني طلبات كتيرة قوي كده، لما اجي اقول لك اديني دقيقتين زيادة تقول لي ما اعرفش. شفت الجبنة والقوام بتاعها؟ الله. شوربة البروكلي بالجبنة. شفت الخيوط العنكبوتية اللي اديتها لي الجبنة على وش المغرفة؟ يلا نغرفها مع بعض. يلا بينا. فين طبق الشوربة؟ عينيا. الله الله، جاي على بالي اغرفها في الطبق ده. طبق حلو كده عشان يكفي كل افراد العائلة. اطباق الشوربة من الاطباق المرغوب فيها واللي احنا ما نقدرش ننساها في ايام الشتاء دايما، ولكن المفروض انك انت تتنوعي في اعدادها. يعني شوربة عدس ماشي، شوربة بروكلي ماشي، شعرية بالجزر ماشي، شوربة طماطم بالكريمة ماشي، شوربة مشروم بالكريمة ماشي، شوربة الزبادي بالرز عملتها ماشي، شوربة الحريرة ماشي، شوربة المنستروني ماشي، شوربة السبانخ بالجبنة ماشي، شوربة جزر لطيفة وجميلة، شوربة البطاطس بالكريمة. كل دي أنواع شرب ممكن تعمليها، ما توقفيش عند العدس وخلاص، خلي بالك. وإحنا كده إحنا يعني إحنا المصريين بنحب شوربة العدس، بس التنوع مطلوب. نعم يا غالي. ما أنا مش عايز أقول، بيقول لي شوربة السي فود. ده دي مش دي صيف شتاء موجودة، خلي بالك. أهم حاجة شخشخ جيبك زي ما بقول. شوربة السي فود ماشي، شوربة الجمبري ماشي، أنا بتكلم على الشرب اللي هي في أيام الشتاء. دي شوربة البروكلي بالجبنة. عينيا. حاضر يا فندم. نشوف المقلوبة. ليه سموها مقلوبة؟ عشان بعد ما بتستوي بنقلبها.